موبايل اوبو 72 بيجي برام كبير وبتخزين كويس جدا وكاميرات خرافية وبشاشة كويسة جدا وبيجي كمان ببطارية 5000 ملي امبير. فلو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن الموبايل ياريت تتابع الفيديو، بس ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك وتعمل شير مع اصحابك عشان نستمر بنشر الفيديوهات ان شاء الله. نيجي بقى لمواصفات اوبو 72، هو بيجي بأبعاد 162 في 75.5 سنتيمتر وسمك 8.9 ملم ووزن 192 جرام. اما بالنسبة لمتانة وجودة التصنيع المستخدمة في الموبايل فهي بتيجي من البلاستيك بالكامل، وكمان الموبايل بيدعم شريحتين اتصال من نوع نانو سيم، وكمان بيدعم شبكات الجيل التاني والتالت والرابع. وبالنسبة للشاشة فهي بتأتي بثقب من نوع IPS LCD بمساحة 6.5 انش وبجودة Full HD Plus وبدقة 1080 في 2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 405 بكسل لكل انش. وكمان بتدعم الشاشة أبعاد العرض الجديدة اللي هي 20:9، وكمان بتحتل نسبة 90.5% من الواجهة الأمامية للموبايل بمستوى سطوع جيد جدا مع طبقة حماية من نوع كورنينج جوريلا جلاس الجيل التالت. وكمان بيجي بذاكرة صلبة بحجم 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام. اما الذاكرة الصلبة فهي بتيجي من نوع UFS 2.1 وذاكرة عشوائية من نوع LPDDR4X. كمان بيدعم امكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري لحد 256 جيجا بايت بمنفذ مخصص. اما بالنسبة للاداء الهاتف فهو بيجي بمعالج من شركة كوالكوم من نوع سناب دراجون 665 بتكنولوجيا 11 نانومتر، فهو نفس معالج اوبو 52 والريلمي 5. اما بخصوص المعالج الرسومي فهو بيجي من نوع ادرينو 610، وهو كمان بيدعم امكانية تعزيز اداء الالعاب عن طريق الجيم بوست 2.0. اما الكاميرا الامامية بالنسبة للموبايل ده فهي بتيجي بدقة 16 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.0. الكاميرا الخلفية بتيجي بارزة عن ظهر الموبايل، وكمان بتيجي بكاميرا رباعية. اول كاميرا بتيجي بدقة 48 ميجا بكسل فتحة عدسة f1.7، والكاميرا الأساسية. أما عن الكاميرا التانية فهي بتيجي بدقة 8 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.2 وهي خاصة بالتصوير الواسع. أما بخصوص الكاميرا التالتة فهي بتيجي بدقة 2 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.4 وهي خاصة بعمل العزل أو البورتريه. أما بخصوص الكاميرا الرابعة فهي بتيجي بدقة 2 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.4 وهي خاصة بتصوير الأبيض والأسود بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع LED. كمان بيدعم الموبايل تصوير فيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إضافة في الثانية، وكمان بيدعم تصوير بجودة Full HD بكسل معدل 30 إضافة في الثانية وتصوير HD بمعدل 30 إطار في الثانية. كمان بيدعم بالتصوير Slow Motion بجودة Full HD معدل 120 إطار في الثانية. وكمان السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو، وكمان بيدعم منفذ 3.5 ملي الخاص بسماعات الأذن. أما عن وسائل الأمان والحماية فهو بيدعم البصمة، وكمان بيجي بزرار مدمج مع الباور وتدعم خاصية الفيس أنلوك. كمان بيدعم معظم المستشعرات الاخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب، وكمان بيدعم واي فاي بكل الترددات اللي هي الاي والبي والجي والان والاي سي، والدعم كمان الهوت سبوت والواي فاي دايركت والدوال باند. والبلوتوس بيجي بالاصدار الخامس، وكمان بيجي مع تحديد الموقع الجغرافي الجي بي اس لكل الاقمار مثل اي جي بي اس والجلنس و جاليليو وبي دي اس. اما بخصوص منفذ اليو اس بي فهو بيجي من نوع تايب سي، وكمان بيدعم خاصية الاوتو جي، وكمان بيجي ببطارية بسعة 5000 ملي امبير مع شحن بقوة 18 واط، وبيجي مع نظام تشغيل من نوع اندرويد 10 ومع واجهة كولر او اس 7.1، وكمان بيجي باللونين الاسود والابيض والبنفسجي. عيوب بقى الموبايل فهو مش بيدعم لمبة الاشعارات، والكاميرا الخلفية بارزة بشكل كبير عن الظهر،
ومش بيقدم تغيير جذري بالمقارنة مع الأوبو A52 بخلاف الكاميرات، وكمان مش بيجي بالمعالج الأقوى في فئته السعرية بالأخص مع وجود هواتف شاومي وريلمي. وبسبب قدوم الهدف من البلاستيك يعرضه للخدش والتبصيم بسهولة أكبر يعني، وكمان في هواتف تانية بنفس السعر وبشكل أفضل ومن الإزاز. أما المميزات بقى، فهو بيدعم تصوير 4K وتصميم شيك وبألوان ممتازة وصوت ستيريو، بيقدم تجربة صوتية أحسن بكتير من موبايلات تانية، وكمان بيستخدم شريحتين وميموري في نفس الوقت، والبطارية بتعمل فترة طويلة خلال اليوم من خلال الشحن السريع 18 واط ومستشعر بصمات المدمج بزر الباور، بيشتغل بشكل كويس جدا، وشاشة بمساحة كبيرة بشكل ثقب مع طبقة حماية مع دقة Full HD Plus، فهي بتعمل أداء جيد جدا. وكمان بيجي في علبة الجهاز الموبايل ورأس شاحن بقوة 18 واط وسلك من نوع تايب سي ودبوس معدني وسماعات أذن وكتيب المعلومات وجراب ظهر لحماية الموبايل. وبالنسبة للسعر، فاحنا نتوقع ان هو مش هيتم اطلاقه في مصر، وان هم هيكتفوا بس الاوبو A92 اللي هو برضو بيجي بنفس المواصفات بالظبط.